كملين معكم مشاهدينا، وصلنا لفقرنا الحوارية الثالثة والأخيرة اللي حنحكي فيها عن تأثير تعنيف المرأة على المجتمع بشكل عام. وضيفتنا بهيدي الفقرة الحوارية المرشدة الاجتماعية إيمان كنفاني. أهلا وسهلا فيكي. أهلا بيكي، يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح. يعني بداية، مثل ما ذكرنا خلال حلقتنا العامة بهذا اليوم، المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تنجب وتربي النصف الآخر، فهي كل المجتمع. كيف يؤثر تعنيف المرأة على المجتمع ككل؟ فعلا المرأة هي نصف المجتمع، ومثل ما كلناتنا بنقول، بنرجع بنتذكر كلام نابليون بونابرت، انه المرأة التي تستطيع ان تهز المهد بيمينها قادرة ان تهز العالم بيسارها. نحن وقت نعنف المرأة، نحن عم نخسر جزء كتير مهم، جزء مكمل للرجل. نحن بعملية تشاركية بين الرجل والمرأة. المرأة والرجل جايين على الحياة مو لحتى يتنافسوا، مو تنافس مين الأحسن والأكبر أو الأهم، بس الواقع غير. أنا وأنتي وكل امرأة ممكن تكون عنيفات لفظيا، جسديا، وفي تعنيف جنسي. يعني هلا اذا بدنا نحكي عن الانسان بالرغم من كل ما حقق ومن تطور بكل المجالات، لكن لا زال هناك يعني هيدا الموضوع، موضوع يعني فيك تقولي علاقه راسخه بالنفس الانسانيه، هي موضوع العنف ضد المراه. طبعا هذا العنف اللي ممتد من الماضي، من ايام اللي كان الرجل يفتخر بوأد الانثى الى الان. برايك انت ما هو المبرر لهذا العنف ضد المراه؟ صدقتي، هو نقطه انه نحن عندنا موروث ثقافي جاهلي لا يزال لحد هذه اللحظة يمارس على المرأة باختلاف المجتمعات. بنلاحظ عندها رقي المجتمع تخف هذه الظاهرة، عندها تعلم تخف هذه الظاهرة. أيضا حسب الأشخاص، مرات الموضوع ما بيكون مرتبط بتعلم الشخص، ممكن تكون تشوفي شخص متعلم وتتفهم ولديه شهادة عالية، إلا أنه يمارس العنف في بيته، في أسرته، زوجته معنفة، أولاده معنفين. ماذا تتوقعين من المرأة عندما تكون معنفة؟ هل تستطيع أن تعطي؟ هل تستطيع أن تربي طفل؟ تخيلي زوجة معنفة أو أم معنفة أو معلمة معنفة، كيف ممكن تتعامل مع أفراد أسرتها؟ فينا نرجع هذا الموضوع للتركيبة النفسية للرجل من تأسيسه ونشأته بالبيت لحد ما صار قادر ويعني يتفاخر بالتعنيف في بعض الحالات للمرأة. هو بمجتمعنا العربي للذكر الأهمية الكبرى، للذكر يعني فينا نقول نحن بنضل في هالمقولة، بنقول أنه في مجتمع ذكوري. هذا المجتمع الذكوري من لحظة ولادته لهذا الطفل الذكر له امتياز، الفرحة تعم في المنزل، امتداد للاسم، امتداد للعائلة، على خلاف الأنثى التي هي تعتبر أنه حتى حقها بالميراث تعتبر أنه هي أقل، مع أنه الإسلام كرمها وأعطاها حقوق أخرى، إلا أن نحن نفهم الدين من زاوية ضيقة وصغيرة جدا. المرأة عندما تعنف تشعر نفسها غير قادرة على العطاء، غير قادرة على أن تستكمل دورها، غير قادرة على التربية، فأنت بذلك خسرتي الدعم أساسي للطفل. الطفل الذي هو أساس المجتمع. والأسرة هي نواة صغيرة عن المجتمع. خلينا نحكي عن العنف الفكري وآثاره على المجتمع وعلى تربية المرأة لأولادها. بالنسبة للعنف الفكري، عندما تقمعي المرأة، القمع والعنف يؤثر تأثيرا كاملا. كلامك هلأ بذكرني بزراعة الخيزران. عندما نزرع الخيزران، الفلاح يزرع البذرة وينتظرها عدة أعوام، يخطر على بالك أنه نبتة الخيزران لا تظهر نتائجها إلا بعد 5 أعوام. بعد 5 أعوام تبدأ شجرة الخيزران بالعطاء. كل الشهور والسنين الماضية تبقى الأرض جذباء لا نبات فيها، فبعد 5 سنوات تظهر نبتة الخيزران، كل يوم تزداد مترنك واحدا.
بهالفترة الخمس سنوات ماذا تفعل شجرة الخيزران؟ إنها تعمل على جذورها، جذور الأرض بالضبط. وهكذا التربية بالنسبة للأم لأطفالها، لأنه يعني كمان أكدوا علماء إنه هو الطفل الخمس سنوات الأولى من حياته هي مؤثرة لمسيرة حياته كاملة. فالأم عندما ترسي الأخلاق والتربية أو تزرع قيمة تريد نتيجة سريعة، أو ممكن ترغب بنتيجة سريعة. كلنا كمربين عندما يعترضنا أي موضوع نركض إلى النتيجة السريعة، نريد حل سريع. الحل السريع لا يأتي، بدنا نصبر عليه للنبتة وللزرعة وللفكرة حتى تطلع، نعطيها مجالها. موضوع الصبر اللي أتيتي لذكره، الصبر من بعض النساء المعنفات، استسهال موضوع هذا التعنيف سواء كان لفظي أو جسدي بكافة أشكاله، يعني هذا الموضوع يؤثر على البيت، على الأسرة اللي هي النواة اللي بتخلق هذول الأشخاص اللي فيما بعد رح يكونوا المجتمع. هذا الموضوع إلى أي حد يؤثر على ابنتها مستقبلا اللي عم تشهد التعنيف ضد أمها، وأمها ساكتة خوفا من أقاويل الناس ومن المجتمع. هذا الشيء رح يأثر على الطفلة الموجودة بالبيت، بالتالي رح ينشأ يمكن شخصية غير مستقلة مستقبلا. إلى أي حد هذا الشيء مؤثر فعلا على نواة هذه الأسرة، على الأطفال بشكل عام؟ التعنيف سيء جدا، آثاره مزعجة، حتى لو كان تعنيف جسدي، حتى لو كان تعنيف لفظي. الطفل عندما يرى أمه معنفة يعني يفقد المصداقية الأم، ما عاد ترجع هي المرجعية الأولى بالنسبة له. ينظر من هو الأقوى في المنزل إلى الأب. في بعض المشاكل والأمهات يأتون أولادي لا يسمعون مني، هذه هي المشكلة. لماذا؟ لأنه يعني الأب ما أعطيها مساحة من الحرية، مساحة من الحرية، أو ما في مصداقية. الأب الطفل يهدد أمه ويهدد والدته، إذا لم تعملي كذا أنا سأقول لبابا. تخيلي هذه الكلمة معناتها قديش في خلل بالتربية. كيف ممكن هذه الأم تربي ابنها وتربي هالطفل إذا في عندها في مرجعية أعلى؟ الاحترام بينفقد. الطفلة وقت تشوف أمها عم تتعنف، إن كان جسديا وإن كان لفظيا، ما عاد تحترمها، ما عاد تعتبرها القدوة الأولى، ما عاد تعتبرها المرجعية الأساسية بالنسبة إلها. وبدها ترجع لمرجعية أخرى. وهذا الشيء ينتقل. هلأ الزوج يعنف الزوجة، الزوجة تعنف الأولاد، الأولاد يعنفوا أقرانهم، وهكذا كأنها حلقة مفرغة دخلنا فيها ولا نخرج منها. نعتذر عن هذا الخطأ الفني مشاهدينا، ومنرجع لنكمل حوارنا مع السيدة إيمان. يعني سيدة إيمان، كنا عم نحكي عن الأسرة اللي هي نواة المجتمع. كما ذكرنا هناك أسباب متعددة للتعنيف ضد المرأة، يمكن تكون هي زواج القاصر، يمكن تكون الفرق العمري الكبير بين الزوج والزوجة، أيضا الفرق بالثقافة، المرأة مثقفة الرجل غير مثقف. هذا الشيء ممكن يؤدي إلى ردة فعل عكسية على المرأة من قبل الزوج. هذه أسباب متعددة يمكن تؤدي لهذا الموضوع، ولكن نحن بنلاحظ بمعظم الحالات المرأة تسكت عن هيدا التعنيف. انت هون كان هي رسالة لكل النساء انه المعنفات سواء ام اخت زوجة شو ما كانت، شو الرسالة تحبي توصلي لها؟ من هالمنبر منبركم بحب انا ادعو اي مرأة انه تعرف حقها، تعرف شو إلها وشو عليها. يعني هو المنبر هذا منبر مفروض يكون المحاميين أو الناحية القانونية واضحة بالنسبة للمرأة. تعرف شو إلها شو عليها، شو هو حقها، شو هو الغلط الممكن يوقع بحق هذه المرأة. عندما تعنفي وتسكتي هي نتيجة التربية البيتية. كلياتنا بنقول أنه نعرف سيدات محترمات سكتوا على تعنيف أزواجهم لهم حتى يستمر الحياة، حتى تستمر الحياة، مشان أولادي، مشان ما يضربني. ونحن نحمل ثقافة أنه أنت بتطلعي من بيت أهلك على ظهرك، يعني مرة واحدة تطلعي فيها على بيت زوجك ومن بعدها بتروحي على القبر.
يعني هذه القناعة لأغلبية السيدات اللي التقيت فيهم، أنه أنا معقول أفضح زوجي، أفضح بيتي، أفضح أولادي، أو خبر الناس أنه أنا هيك عم يصير فيني. إلا أن طبيعة التعنيف عندما تكون قاسية تضطر الجيران، الأهل، كله يسمع. حتى ممكن التعنيف يؤدي إلى إعاقات دائمة، حتى ممكن يوصل للموت. في إحصائيات كتير موجودة بدول الجوار. نحن ما عندنا نحن مكتب شكاوي أو بالقانون السوري ما عندنا شيء محدد بالنسبة للمرأة أنه يحمي حقها عندما تعنف أو في مكتب شكاوي. عند دراستي والبحث لاحظت أنه في دول المجاورة، إن كان الأردن أو السعودية، لديهم مكتب خاص للسيدات على مدار الساعة. يوجد فيه محاميين جاهزين لحتى يقدموا المعونة والمشورة القانونية للسيدة، حتى ممكن احتوائها. هلا هون بيقودنا هذا السؤال لموضوع كثير مهم، التعنيف بين سوريا وبين الدول المجاورة العربية خصيصا. قد ايه في فرق بين سوريا وبين الدول المجاورة، خصوصا مثل ما عم تذكري يعني في بعض الدول اللي عم تسلب المرأة كافة حقوقها، من التوظيف، من قيادة السيارة، من وإلى. صدقتي. هلا اذا بنقارن نحن بمجتمعات العربيه المجاوره، بنكون مجحف بحق مجتمعنا. نحن نعتبر مجتمع ارقى ومنفتحين. هذا لا يعني انه لا يوجد تعنيف في مجتمعنا، في يوجد تعنيف، اما تفاوت تماما. عندما نلاحظ ان خلال شهر واحد مكتب الشكاوي بالسعوديه يسجل 1000 حاله لامراه معنفه باصابات يعني مميتة. وبالنسبة للأردن كمان حوالي 52% من النساء معنفات. بمصر نفس الكلام، 80% من السيدات معنفات. رح تلاحظي شغلي أنه منظمة اليونيسيف أجرت تحقيق وقدمت إحصائية أنه 1,020,000 أنثى لا يتراوح عمرها بالخمس 15 عاما هي تتعرض للختان، وهذا هو الاعتداء الجنسي. وممكن يتعرضوا بحالات الختان للموت. تمام. نحن هذه الظاهرة وهذه الحالات غير موجودة نهائيا في مجتمعنا، الحمد لله. إلا أن في المجتمعات الإفريقية، هي الدول الإفريقية تسجلت 27 دولة إفريقية لديها هذه الحالة. بالنسبة للمجتمع السعودي عندهم خط ساخن، قد يكون شكلي أو قد يكون حقيقي. أنا أجريت اتصال عليه، هذا الخط موجود، هو 1919، إنه بيتصل المعنف، المعنفة تتصل فيه، بياخذوا إجراءاتهم، بيستوعبوا المرأة، بياخذوا الإحداثيات، شو المشكلة، بيحاولوا يحلوا الموضوع. وطبعا المرأة زائد الفضيحة، وقت يكون في فضيحة الزوج فورا بده يتركها، يعني أنت فضحتيني، وصلتيني لمرحلة إنه الناس عرفوا بهالموضوع. هذا الشيء ما موجود نحن بمجتمعنا. نحن بمجتمعنا ما عندنا مكاتب خاصه. نحن هون يعني نتعامل مع المراه، يعني حتى القانون، يعني كنا عم نحكي نحن من شوي موضوع القانوني ايضا. لا يوجد هناك قانون يجرم بنص صريح العنف ضد المراه اطلاقا. عزيزتي، لا يوجد في سوريا قانون يجرم المراه والرجل في سوريا على قدم وساق. المراه عندما تتعرض مبدا المساواه انه بحال هي تعرضت لا مشكلة ممكن تلجأ للقضاء. بس يا ترى هل المرأة المعنفة تلجأ للقضاء؟ بمعظم مجتمعاتنا الجواب لا. بالضبط. حتى إذا لاحظتي، إذا أنت ماشي بالشارع لقيتي اثنين عم يتقاتلوا، رجل وامرأة، وقت يجي الناس بدون يخلصون، أول كلمة بيقول لهم يا هي زوجتي، الكل ببعد، هي أختي، هي بنتي، الكل ببعد. معناتها ما في عندها حماية، ما في عندها حماية قانونية. وحتى المجتمع يتقبل ويرى، حتى الجيران عندما يسمعوا انه زوج يعنف زوجته او ابنته بيقول نحن ما دخلنا، ما لنا علاقه. هو مرته يصطفى، هو بالضبط. هذا هو الكلام السائد. انا اكيد يمكن هيدا القصص كثير عم بشوفها وكثير عم بشاهدها، ولكن يعني بالاونه الاخيره يمكن
قلت هيدا الظاهرة، وصار احترام المرأة، وخصوصا عم نحكي بالمجتمع السوري احترام المرأة من أولويات الأسرة وتقدير دورها بالشكل الأمثل، وهي عم بتقوم حقيقة بدور كتير كبير خصوصا خلال الأزمة اللي عم نعيشها، عم تقدم الشهداء، عم بتربي جيل جديد. بنهاية لقائنا بدنا نتشكرك، بدنا نتشكرك على المعلومات اللي أعطيتينا إياها السيدة إيمان كنفاني. شكرا لوجودك معنا بصباح أوقاريت، نورتي صباحنا. تسلمي، نور. شكرا لك اكيد. ونحن بمناسبه اليوم العالمي لمحط العنف ضد المراه، اكيد نحن بندعو كل النساء المعنفات لعدم السكوت عن حقوقهم وعن اي حدا بيتعرض لهم باي اعتداء مهما كان نوعه. شكرا لك سيدي ايمان لوجودك معنا.